السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على قناة خليل المعلومات. قناتنا تختص بجديد الربح من الإنترنت والتطبيقات الأندرويد. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك جديد قناتنا دائما. درس اليوم إن شاء الله حول تطبيق أنوني تاون الذي يسمح لنا بالدخول إلى كافة المواقع بعد نفاذ 15 جيجا في مودم اتصالات الجزائر. هذا التطبيق سأقدم لكم بعد توقف تطبيق سبرو في بي ان الذي اشتكى منه الكثير. الآن نذهب إلى الشرح. الآن نقوم بتشغيل الإنترنت لكي نتأكد أن المودم قد نفذت 15 جيجا الأولية. نقوم بالذهاب إلى متصفح جوجل، نقوم بالدخول إلى موقعنا خليل للمعلومات لنتأكد هل الإنترنت. هذا هو الموقع خليل بوحة تك. لا توجد انترنت، لا توجد انترنت كما رأينا اخواني. بواسطة هذا التطبيق سنقوم بالدخول الى كافة المواقع. هذا هو تطبيق انوني تاون، وهذا تطبيق سبرو في بي ان الذي توقف. نقوم بالدخول الى التطبيق. هذه هي واجهة التطبيق. تجد الاي بي الخاص بمدام اتصالات الجزائر 192.168.100. نقوم بالدخول الى سالت سيتينج. نقوم بتغيير اعدادات بسيطة ليقوم. نقوم بتغيير كونيكسيون بروتوكول. نحن نجده أول مرة تي سي بي، نقوم بتغييره إلى اس اس ال، ونختار البوابة 443 443. الخيار الأول لا نفعله، الخيار الثاني نقوم بتفعيله، نقوم بالدخول إليه، نكتب هذا الايريال، هذا العنوان m.facebook.com، ونقوم بتشغيل هذه الخيارات. لدينا 6 خيارات، ثم نضغط على validity ثم save. يقوم بالحفظ. نقوم بتشغيل الخيار الثاني لإعدادات المتقدمة advanced setting. نقوم بتشغيل هذين الخيارين، ثم نضع البوابة mfacebook.com مرة أخرى، والبوابة 443، ونقوم بالحفظ. نضغط على 3 نقاط فوق بعضها هنا كما ترون في أعلى يسار الشاشة. نضغط على VPN setting. نقوم بتغيير الرقم من 1500 إلى 1400، ثم نضغط على حفظ. نختار أي سيرفر. أنا اخترت United States، الولايات المتحدة الأمريكية، ثم نضغط على كونكت. دقائق ويتصل. ها قد يتصل. الآن سنقوم بالذهاب للتأكد أن الإنترنت تشتغل. نقوم بالدخول مرة أخرى إلى موقعنا. نعم، هذه هي الانترنت تشتغل بشكل عادي بواسطة هذا التطبيق. تم فتح البوابات بعد نفاذ 15 جيجا. نقوم بتجربة موقع آخر. أي موقع، نضغط على ايجي باس، موقع الأفلام معروف.
الكرات الثابتة قرب منطقة جزائر نعم الغرب يدخل بشكل عادي. الكرة الكبيرة تنهار حادث عمانية الذي كادت شباكه تهتز بلعيبة لا الفريق تنسوا الأحمر دعمنا، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وإلى اللقاء في درس جديد على قناة خليل للمعلوميات.